مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في حلقه جديده من دورة تعلم اللغه الانجليزيه للصف الرابع الابتدائي، درسنا اليوم unit 6 lesson 8 اليونت السادس الدرس الثامن عنوان الدرس the little brown bird الطائر البني الصغير موجود في صفحه 88 من كتاب الطالب صفحه 86 من كتاب النشاط قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسم الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الانجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس دروس دورة الرابع الابتدائي عبر بيجنا على الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الانجليزية بالاضافة الى الكثير من الملخصات التي تقدرون تلقوها من خلال هذا المعرف صفحة 88 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة The Little Brown Bird الطائر البني الصغير أسفلها مكتوب Listen Look and read استمع- استمع الى هذا النص اللي هو عبارة عن قصة، Look انظر تبع اثناء استماعك للمقطع الصوتي او الاستاذ وهو يقرأ النص، بعدها read اقرأ حاول انت تقرأ النص مثل ما قرأ الاستاذ او مثل ما قرأ المقطع الصوتي اللي سمعته، لذلك هذا النص للاستماع والقراءة، قصة قصيرة نستمع للمقطع الصوتي نتبع وياه وبعدها نحاول نقرا مثل ما قرا المقطع الصوتي لذلك راح نستمع المقطع الصوتي نتبع وياه ونحاول نقرا مثله وبعدها نوضح المفردات المتعلقه بهذه القصه نستمع المقطع الصوتي اول 118 the little brown bird listen look and read One. Many years ago there was a little brown bird that lived at the top of a tall tall tree. 2 It was a happy little bird and it sang loudly and its song was beautiful. 3 Winter came the snow came and a cold wind blew. It got colder and colder. 4. A father and son were travelling a long way to their home. They had nowhere to stay. 5. The father made a small fire with sticks and both went to sleep on the cold ground. 6 The fire started to go out. A hungry wolf saw the man and boy. A tasty meal for me today. Yum, yum. Seven. The little bird saw the wolf and saw the fire. I must help. I must make the fire burn again. Eight. The little bird flapped its wings and the fire got bigger and bigger. But the fire burnt the little bird's breast. Nine. The man and boy woke up and saw the brave little bird. They thanked the little bird loudly. You, you have saved, saved us from, us from the, wolf. the wolf. Ten. From that day, These little brown birds have a red breast. Brave little birds. إذاً بعد ما استمعنا للمقطع الصوتي وهو يقرأ النص اللي هو عبارة عن قصة، وتبعنا وياه، نحاول نقرأ النص مثل ما قرأ المقطع الصوتي ونوضح مفرداته. (number one) أولاً: many years ago قبل عدة سنوات, there was a little brown bird. There was كان هناك اخذناها بدروس سابقة كان هناك a little brown bird طائر بني صغير that lived at the top of a tall tall tree. هذا الطائر عاش في قمة شجرة طويلة جدا جدا. top القمة قمة هذه الشجرة الطويلة. number two ثانيا it was a happy little bird. كان طائر صغير سعيد And it sang loudly وكان يغني بصوت عالي Sing يغني Sang غنى الفعل الماضي هذا فعل شاد Loudly بصوت عالي And its song was beautiful وكانت أغنيته جميلة Number 3 The winter came جاء الشتاء The snow came and cold wind blew. The snow came جاءت جليد and the cold wind blew وجاءت الرياح الباردة. It got colder and colder. أصبح الجو أكثر برودة. A father and a son were traveling a long way to their home. أب وابن كانوا مسافرين بعيدا عن موطنهم أو عن بيتهم. they had nowhere to stay ولم يكن لديهم مكان ليبقوا فيه number 5 the father made a small fire with sticks صنع الاب نيران صغيره او نار صغيره بواسطه العصي sticks عصي and both went to sleep on the cold ground وكلاهما كلا الاب والابن ذهبوا ليناموا على الأرضية الباردة. number six سادسًا. the fire started to go out. بدأت النار بالانطفاء. بدأت النار تنطفئ. a hungry wolf saw the man and the boy. رأى ذئب جائع الرجل والولد نائمين. فش قال هذا الذئب. a tasty meal for me. وجبة لذيذة لي. today اليوم. يم يم معناها لذيذ Number 7 The little bird saw the wolf الطائر الصغير رأى الذب And saw the fire ورأى النيران I must help يجب أن أساعد I must make the fire burn again يجب أن أجعل النار تشتعل مرة أخرى Again مرة أخرى Number 8 The little bird flapped its wings الطائر الصغير رفرف بأجنحته And the fire got bigger and bigger وأصبحت النيران تكبر But the fire burnt the little bird's breast لكن النيران أحرقت Burn يحرق Burnt أحرقت أحرقت the little bird's breast صدر الطائر الصغير مثل ما موضح بالصورة Number 9 The man and the boy woke up and saw the brave little bird. الرجل والولد صحوا woke up صحية الماضي مال wake up wake up يصحى woke up صحى woke up and saw the brave little bird صحوا وشاهدوا او راوا الطائر الصغير الشجاع They thanked the bird loudly. شكروا الطائر بصوت عالي أو بحفاوة You have saved us from the wolf لقد أنقذتنا من الذئب إيش قالوا له؟ قالوا لقد أنقذتنا من الذئب Number 10 From that day منذ ذلك اليوم These little brown birds هذه الطيور الصغيرة البنية Have red breast لديها صدر أحمر Brave little birds يا لها من طيور صغيرة شجاعة بريف معناها شجاع هذا ما يخص هذا النص عرفنا ان هذه القصص للقراءة يستمع من خلال التلميذ للاستاذ هو يقرا النص او للمقطع الصوتي يتبع وياه بعدها يحاول يقرا النص مثل ما قرا المقطع الصوتي وبعدها يحاول يفهم مغزى القصه ومن ثم ينتقل للنشاط المتعلق ب لك هذا ليتل براون بيرد انظر الى قصه الطائر البني الصغير find these words وجد هذه الكلمات هذه كلمات كلمات مهمه يحاول ينبهني عليها يخليني اروح ادورها بالقصة على مود افهمها واعرف معانيها little معناها صغير beautiful معناها جميل tasty معناها لذيذ brown معناها بني cold معناها بارد small معناها صغير brave معناها شجاع red معناها احمر hungry معناها جائع و tall معناها طويل look at the story again انظر للقصة مرة أخرى match the adjectives and the nouns طابق الصفات بالأسماء هذا التمرين مهم جدا أحاول أحفظ كل صفة تناسب يا اسم من الأسماء كيف يعني؟ مثلا هو حال نمبر وان أولا beautiful معناها جميل هذه صفة adjective يا اسم يناسبها Beautiful song أغنية جميلة؟ نعم بينما يناسبها beautiful wolf ذئب جميل غير مناسب مستحيل أن تناسبها هذا الاسم فلازم أعرف أن الbeautiful يناسبها song Beautiful song أغنية جميلة وهكذا مع البقية مثلا نمبر two تيستي لذيذ شنو الاسم المناسب له Tasty wolf ذئب لذيذ غير مناسبة Tasty فاير نيران لذيذة غير مناسبة ground أرضية كذلك غير مناسبة bird طائر غير مناسبة meal وجبة أكل وجبة أكل لذيذة نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم الصفة أمام هذا الاسم فأقول tasty meal وجبة لذيذة Number ثري ثالثا cold cold معناها بارد شنو الاسم المناسب له cold wolf ذئب بارد غير مناسبة cold fire نار باردة كذلك غير مناسبة كولد ground أرض باردة نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم الصفة أمام هذا الاسم small صغير شنو الاسم المناسب small wolf ذئب صغير غير مناسبة small fire نار صغيرة نعم هذا أكثر خيار مناسب النيران اللي عملها كانت صغيرة number فايف brave شجاع brave wolf ذئب شجاع أكيد الذئب مو شجاع لأن إجاهم خلسة brave bird طائر شجاع نعم الطائر كان هو الشجاع فأخلي رقم الصفة أمام هذا الاسم number six hungry جائع hungry wolf ذئب جائع نعم هذا أكثر خيار مناسب فأخلي رقم الصفة أمام هذا الاسم red أحمر شنو كان لونه أحمر عرفنا أن صدر الطائر كان لونه أحمر فأقول red breast صدر أحمر و tall طويل شنو اللي كان طويل؟ الشجرة أكيد فأقول tall تري شجرة طويلة هنا ينطيني ملاحظة يقول لي الأسماء are the names of things هي أسماء الأشياء مثلاً song أغنية wall ذئب fire نار هي أسماء الأشياء بينما ال adjectives الصفات tells us about the things are they big small happy sad تخبرنا عن الأشياء هذه الصفات تخبرني عن هذا الاسم هل هو طويل قصير سعيد حزين هي توصف لي الاسم إذا هذا الاسم وهذه صفته اللي توصف هذا الاسم adjectives and nouns go together لأن يعني أقول لك دائما الصفات والأسماء تذهب سوية لتكون عبارات هذه العبارات اللي تكونت احاول احفظها مثل ما مطنياها بالتمرين القادم a tall tree شجرة طويلة a beautiful song اغنية جميلة a tasty meal وجبة لذيذة small fire نار صغيرة hungry wolf ذئب جائع on the cold ground على ارض باردة brave bird طائر شجاع red breast صدر احمر هذا ما يخص هذا النشاط احاول قدر المستطاع احفظ لني العبارات اللي تكونت من الصفات والاسماء لان ممكن تجيني بالامتحان التحريري يطلب من عندي ان اوصل الصفة المناسبة بالاسم المناسب ننتقل الى النشاط الاخر write four words in each اكتب اربع كلمات في كل صندوق من هذه الصناديق شلون يعني هنا أنا كل صندوق يطلب من عندي فد امر معين بالصندوق الاول يطلب اسماء البلدان فمنطيني مثال كمثال قال لي انجلترا انجلاند حاول تطيني كذلك اربع بلدان مثل البلد اللي انا منطقيه مثلا اكتب العراق العراق يجب ان يكون كونتريز بلدان بعد اقول مثلا فرنسا فرنسا اقول ايطاليا ايطاليا واخير شي اكتب مثلا جابان اليابان بالمربع الاخر مكتوب irregular past verbs افعال ماضيه غير قياسيه شنو يعني غير قياسيه يعني ما تقبل ايدي لما نحولها الماضي ما تقبل ايدي وانما تتحول جذريا منطيني مثال هو went went هي الماضي مال go go يذهب وانت ذهب اللاحظ انه انا من رد تحولها للماضي ما ضفت لها ايدي وانما حولتها جذريا يريد هذه الافعال الغير قياسية مثلا نعطي كلمة بوت بوت اشترى الماضي للفعل باي باي يشتري بوت اشترى هذا فعل غير قياسي مثال اخر سو سي يرى سو رأى بعد ايت اكله ايت يأكل ايت اكله أما الأخيرة got حصلة get يحصل و got حصل أما المربع الثالث أو الصندوق الثالث regular past verbs أفعال ماضية قياسية يعني هذا اللي يقبل إيدي washed غسلة نلاحظ أن wash يغسل ضفت له إيدي هذا قياسي غسلة بالماضي مثلا نقول له played لعبة looked نظرة stayed بقى أو بقية liked أحبة إلى آخره بالمربع او الصندوق الرابع سبورتس and جيمز يريد الكلمات العاب ورياضات منطين مثال هو egg and spoon race سباق الملعقة والبيضة فاحاول كذلك انا انطي كلمات تدل على السباق والرياضة ولتكن مثلا كلمة football كرة القدم هذا من الرياضات كذلك skipping race سباق القفز او التخطي كذلك basketball كرة السلة او رانينج الركض الى اخره بعد بالمربع الخامس او الصندوق الخامس يريد بليسز اماكن منطيني مثال هو ماونتن الجبل مثلا اقول له ريفر النهر او سينما او ميوزيوم المتحف او كذلك البارك لان جميعهن اماكن المتنزه اما الاخيره فيريد ادجكتيف صفات فقبل دقيقه اخذنا الكثير من الصفات ونقدر نكتب هواي مثلا كلمه بيوتيفول جميل lovely محبوب big كبير tall طويل أو cold بارد هذا ما يخص هذا النشاط هنا نريد يراجع مراجعة شاملة لهواي مواضيع أخذناها بوحدات سابقة من خلال هذه الاختبار البسيط اللي يطلب من عندي مجموعة من الكلمات البلدان افعال ماضيه قياسيه غير قياسيه سباقات ورياضات اماكن صفات الى اخره اذا احاول مجرد اراجع الكلمات اللي اخذناهن بدروس سابقه من خلال هذا النشاط هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا به قصة جميلة جدا عن الطائر البني الصغير استمعنا للمقطع الصوتي قرأناها مثل ما قرأ المقطع الصوتي ووضحنا مفرداته بالإضافة إلى ذلك كوننا عبارات من خلال اختيار صفة واسم مناسب للصفة كون عدة عبارة أحاول أحفظ هذه العبارات وراجعنا مراجعة شاملة للكثير من الكلمات اللي أخذناها بالوحدات السابقة من خلال هذا النشاط ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده امامكم على الشاشه